لمزيد من تفاصيل حول استمرار حصار القوات الحكومية والميليشيات لليوم الثالث على التوالي لقضاء الطارمية شمالي بغداد، ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط السياسي فايز شاوش. أهلا بكم سيدي. أهلا ومرحبا بكم ولمشاهديكم الكرام. سيد فايز، كيف يفسر استمرار القوات الحكومية والميليشيات بحصارها لقضاء طارمية لليوم الثالث على التوالي؟ يعني أولا السلام عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. أولا هذه المناطق الطارمية وجميع مناطق حزام بغداد هي ليس بغريب على هذا الاستهداف الطائفي منذ تأسيس العملية السياسية، وإن كانت وفي كل دول العالم، وثانيا في كل دول العالم الأمن من يتحمله رجال الأمن والجيش، يعني وزارة الدفاع والشرطة المحلية والشرطة الاتحادية وهذه المفاصل اللي اختلقت بعد 2003. أما الشعب لا يجوز يتحمل مسؤولية أي خرق أمني يصير، إذا ما حصل قد يكون وقد يكون هو مفتعل من أحد الميليشيات لاستهداف هذه المنطقة لاعتقال العديد من قد يكون العشرات من أبناء هذه المنطقة. وإذا كان وجود حس استخباري قوي في هذه الدولة أو في هذه الأجهزة الأمنية عليها أن تتحمل المسؤولية لعدة أيام حين أن تكشف هذه الخطوط، قد يكون المتهم واحد أو اثنين أو ثلاثة، بدلا من التوجه إلى اعتقال واستهداف طائفي، وهذا ما يجد استهداف طائفي في هذه المنطقة وبقية المناطق المستهدفة في العراق. نعم، في هذا السياق بالحديث عن الاستهداف الطائفي، إلى أي مدى يعد ما تقوم به الميليشيات اليوم في طارمية استهداف مسبق ومخطط له على غرار ما حدث في ناحية جرف الصخر شمالي بابل؟ وأنا قلت بأنه سبق وأن استهدفت هذه المناطق في حزام في جميع مناطق حزام بغداد، وبالتالي قد يكون بأنه عمل مفتعل لكي يكون تعيد هذه الكرة في هذا الوقت في زمن تشكيل حكومة المالكي والتقارب العربي مع المملكة العربية السعودية في ظل أجواء زيارة الكاظم إلى المملكة العربية السعودية لخط الأوراق ولتأجيج الوضع الطائفي في العراق وإفشال كل ما تسعى إليه هذه الحكومة الجديدة من عمل قد يكون خير، ولو إنني مقتنع لن يتمكن الكاظمي من عمل أي شيء في هذه المرحلة ومستقبل. ما علاقة سكان طارمية بمقتل أحد القادة العسكريين لكي يفرض عليهم هذا الحصار؟ قد قلت قد يكون مفتعل وقد يكون تنظيم الدولة أي داعش بهذا العمل، لكن هو المطلوب ليس بأنه معرفة من الجاني أو من القاتل أو من الجهة المتسللة، يجب أن يكون هناك حس استخباري بدون استهداف طائفي، وهذا قد يكون يشعل فتيل الأزمة الطائفية في المرحلة القادمة، وهذا قد يكون تسعى عليه هذه الميليشيات بدفع وبتوجيه إيران. كان نائب عن محافظة صلاح الدين مثنى السمرائي قال إن إعادة سيناريوهات التأزيم والتهجير وتجريم مكون بأكمله لن تحل مشاكل العراق، هل يعني ذلك موافقة ضمنية من حكومة الكاظمي على ما يجري في الطارمية؟ يعني لا أستبعد، لأنه حكومة الكاظمي هي جاءت بالتوافق السياسي وبتوافق الكتل والأحزاب السياسية وبإرضاء إيراني، وبالتالي قد لا تكون تختلف عن سابقاتها. المهم أو الواضح في المستقبل بأن التأجيج الطائفي قد يعود إلى 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 ما إلى أكثر ما قبل المرحلة السابقة، وقد تكون المرحلة القادمة أخطر من السنوات السابقة التي حكمت العراق هذه الحكومات المتعاقبة. المدن المنكوبة بالأمس دمرت بحجة إنقاذ أهلها من الإرهاب، كيف تقول القوى الطائفية اليوم بأن سكان طارمية يساعدون الإرهابيين؟ يعني هو النفس الطائفي واستخدامه من قبل هذه الحكومات المتعاقبة بعد 2003 هو موجود، لكن ما يزيد من هذه المرحلة في هذه الأربع سنوات عندما دخلت أكيد
عندما دخلت الميليشيات في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وبالتالي أصبحت هي المشرعنة وهي القاتلة وهي المؤججة للوضع الطائفي، وبالتالي ستكون المرحلة القادمة أصعب من الحكومات السابقة ما قبل عادل عبد المهدي، لأن هناك لا وجود للميليشيات وأجهزتها المسلحة في السلطة التشريعية والتنفيذية، لكن الآن موجودة وهي من تشرع القوانين وهي من تدافع عن القاتل وعن السارق، وبالتالي ستكون المرحلة القادمة أصعب، ولكن على أبناء الطارمية أو جميع المناطق في حزام بغداد أن يتوحدوا وأن يتكاتفوا وأن يحافظوا على مستقبلهم وعلى شبابهم وعلى أبنائهم إن تطلب ذلك. شكرا جزيلا لك ناشط السياسي فايز شاوش، كنت معنا عبر الهاتف.